هاي جايز، شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مره ثانيه. اليوم انا راح اسوي لكم انبوكسنج على شركه اسمها نيهاو جولوري. طبعا هم تواصلوا وياي، اعطوني بادجت قريبا 200 دولار امريكي، ومن هاي 200 دولار انا اختاريت 26 قطعه. صراحه بعدني انا ما فاتحه البوكس وما اعرف الكواليتي شلون حتكون والمنتجات اذا مالتهم زينه او لا، بس هم يبيعون هواي اشياء، من اشياء منزل، اشياء جولوري. طبعا هم متخصصين بالاكسسوارات والجولوري ومتخصصين بالهدوم، وهم والله عندهم اشياء حلوه، احذيه وجنون. شيء غير عن المواقع الاخرى، اسعارهم كلش كلش رخيصه، وراح اقول لكم اذا يعني هاي شغله ممكن يعني اشوف نفسي اني البسها او لا. طبعا قبل ما ابلش بهذا الفيديو، حابه اقول اذا هاي انتم اول مره تشوفون قناتي، بليز لا تنسون تحطوا لي لايك على هذا الفيديو وتسوون سبسكرايب على ما شانل وتفعلون الجرس حتى يوصلكم تنبيه كل ما اني انزل فيديو. انا يعني الحلو بهذا الموقع مالتهم انه تقدرون تلقون اشياء بسعر دولار، حتى اقل من دولار عندهم اشياء يعني بهيج اسعار. طبعا الاكسسوارات كلها على دولار، نص دولار، يعني كلش كلش رخيصة بسعر ما تتصورون ايش قد. اكو هواية اشياء بالموقع مالتهم صراحة شفتها بمواقع اخرى، ما اريد اسمي شنو المواقع الاخرى، بس اسعارهم هواية ارخص، فما ادري يعني اذا هي نفس القطع بالضبط او تختلف، بس يعني اكو فرق شاسع. يعني مثلا جنطة بنيها جولري دا تنباع، صدقوني يعني يمكن قريب الخمس دولارات، عشر دولارات، بالمواقع الثانية تتنباع بثلاثين دولار، يعني اكو فرق بالسعر. خلونا نفتح البوكس، خلينا اشوف لكم شنو انا اشتريت. ان شاء الله طبعا الغراض تطلع حلو، انا هم ما اريد يعني اقول انه او ماي جاد وهيجي بدون ما اشوف لكم الغراض، فان شاء الله تكون الاشياء اللي انا اشتريتها كلش حلوة، اقدر البسها وتعجبكم انتم هم. فيلا خلينا نبلش. اول شيء طلعت لي هي هاي الجنطة، ما ادري كلش هالايام حابه هيك الجنط تصير، لان هسه هي الموده هيك حلوه، واني دا احب هيك ستايل، عرفت الستايل اللي انه يلا خلينا نطلع. حبيت الجنطه، ويعني الحلو بهيك اشياء صراحه رخيصه، الواحد يعني ما ينقهر عليها اذا ضاعت او توسخت او whatever you know. فحلو مثلا مرات اكو هيك طلعات مثلا يعني بالسوق، وهاي حرام الواحد يشيل يعني جنط غاليه. هاي كلش حلوه صراحه، it's so nice وخفيفه، كلش كلش خفيفه. يعني متحمسه والله، يعني اول جنطه صراحه حمستني اشوف الاشياء الثانيه. اوكي اخذت نفس اللون على اسود، لانه اكيد الاسود يرهم على كل شيء. حلوه، it's so cute، والله حلوه، او ماي جاد، انا احب هيك شيء، يعني هاي والله ما ينقهر عليها اذا ضاعت توسخت، شوف شنو صار بيها. ها وهي بيها الدقمه هيك. او اشتريت هدوم باي ذا واي، حبيت اشوف الكواليتي مالتهم مال الهدوم. واو او ماي جاد، هذا لازم يعني واحد يكويه وش اسمه، البس لكم اياه حتى اشوف لكم اياه شلونه من جوه بهاي الكركوشه. شوف الكركوشه من جوه، اتس ريلي كيوت صراحه، وهذا صراحه كنت متحمسه اشوفه، نفنوف احمر، اتس كيوت، بس هذا حيدخل على قدي. والله كيوت، اتس ريلي نايس، يعني فشي لطيف ظريف، يو نو واحد يلبسه. وهذا حلو، ولونه سو نايس، هذا حلو، شوف ايش قد حلو هذا، او ماي جاد، وبعدين ثخين هذا، يعني صراحه يعني اول نفنوف وثاني نفنوف، اول نفنوف ما حسيته ثخين، ثاني نفنوف زين قماشه، بس هذا لا، هذا شوفوا، او ماي جاد، هذا كلش كيوت، شوفوا الفرشه مالته. هذا لا، هذا يعني لازم البسه واشوف لكم اياه، بس يراد له كوي من هذا، حبيت لانه صيفي. يعني هذا مال بحر، مال سفره، يو نو، كلش بسيط، كلش سمبل، يعني عادي مو فتشي، بس كلش حلو الالوان مالته، لوك الالوان مالته حلوه. اوه يا هاي الجنطه حلوه، هاي الجنطه خيال، شوفوا هاي الجنطه، او ماي جاد، شوفوا ايش قد حلوه هاي، اريدكم تدخلون وتشوفون الاسعار مالتهم، صدقوني ما راح تندمون. اوه حبيت شلون تفتح، هيجي تفتح، هذا مالتها الجولد تشين، طالع للسوق. كلش كيوت، او ماي جاد، ايش رايكم باختياراتي؟ كلش حلو اللون،
هاي الجنطة رقم 3. أنا بحياتي ما مسوي هالحركة هذه إنه أشتري مناظر أونلاين، يعني لازم بالعادة أجربها يعني مليون مرة وأسأل 100,000 واحد إنه حلوة إيش رأيكم، لقيت لي ما لقيت لي، بس هالمرة اشتريت قلت يعني مدام رخيصة ما حتأثر على السعر. خلينا نشوف أول وحدة. حب صراحة اللي اختاريتهم حسيتهم كلش ستايل، وهذه look so oh my god oh my دعال على نفسي بالمراية اللي هنا oh my goodness شو رأيكم؟ I love it guys. يعني حبيش هاي كانت همش شعري حبيش كانت هاي لازم أطلع يا الله والله I need to remember لازم أتذكر أني هذول الشغلات ببيش يمكن هاي كانت كم دولار والله this one like دولارين ثلاثة واو I love it. ثاني اللي أخذتها oh my god it's so cute حياتي ما مشتري هاللون أول مرة oh my goodness oh it's matching ساعتي الريست ما ساعة بيضة ايش رايكم بالبيضة؟ صراحة الكواليتي مالتها والله يعني أنا قلت لكم دا أكون واقعية وصريحة جدا كل الزينة يعني على سعرها يعني هيك وحدة صراحة كيسة إذا أحد يريد يشتريها يبيع لكم إياها بخمسة وعشرين ثلاثين دولار والله بس يعني شوفوا هذا الموقع بيش أخذها so cheap كلش cheap لما عندي جواري بيضة للجيم إن شاء الله تكون زينة لا والله زينة مو خفيفة أخذت هاي البجامة أوه شوف إيش قد حلوة هذه بس هذه صراحة البجامة كلش يعني كلاس صراحة it was so nice أول ما شفتها شوف اللون oh my god شوف إيش قد حلوة واو خفية يعني مو ذيك المرة اشتريتها شفت لكم إياها كانت كلش سخينة حرام ما قدرت ألبسها بالصيف مع الشتاء بس هذه اوه ماي جاد هاي البلوز كلش حلوه جايز جبت هوايه جلوري وصراحه كنت مضطره اجيب هوايه جلوري لان هو اصلا الموقع مالتهم متخصص بالجلوريز فيعني جبت هوايه اشياء اوكي وان شاء الله ان شاء الله الاشياء تكون حلوه صراحه الحلقه ما كان رخيص كلش هذا حلو هذا يفيد للصيف اوه حبيت I love it. Oh wow guys, شوفوا ايش قد حلوة الـ earrings. صراحة ما اتذكر انا شنو مشتري. Oh my god, هاي كلش ثقيلة guys. كلش ثقيلة. ما اتذكر انا مشتريت هيجي شيء. بلينج بلينج بكل مكان. لا والله كلش حلوة هذه. بس طبعا ما اشيل الـ earrings يعني تو ماتش حيصير. بس بدون الـ earrings, oh my god. معقولة؟ والله هذا الموقع. اوه هاي سوارة من شفتها كلش حبيتها جايز يعني صدق شوفي شكلها ايش قد حلو ناسك شوفي ايش قد حلوة هاي اوه ماي جاد خيالية هذي اريد هسه البسها جايز شوفوا ترهم ويا الاسوارات مالتي ليش ما جبت اكثر من واحدة منها كلش حلوة هذي I love this one صدق حلوة هاي هذه يعني صدق خيارات موفقة. اوكي سو حبيت اجيب قطع يعني مال حفلات، ارد يعني شفت عندهم هيجي سيت كامل مال حفلات، قلت بالله خليني اجربها، ارد اشوف يعني شكلها حلو يعني تسوى ان الواحد يشتري منها. اوه كيوت. ما ادري اذا مبينة، كيوت. انا صراحة ما اعتقد راح اقدر البس هيك شيء، لان مبينة كلش انه مو اصلية. يمكن انطيها لاحد او كلش حلوه صراحه على سعرها خيال يعني هذه مثلا اللي تريد تروح مثلا برام او مثلا تريد تروح حفله عيد ميلاد ويعني اون بادجت ما تريد تصرف هوايه هاي خياليه ليش ايش يصير اللون ما ادري اذا مبينه ما راح البسها لانه لازم اطلع السيت واشوف لكم بس مثل ما تشوفون هذه هيجي هذا كلش حلو يعني حتى واحد يقدر يلبسه يوميا ما راح اقدر البسها كلها بس مثل ما تشوفون هيجي
كلش بسيطة. هذه كلش كيوت، كلش بسيطة، حبيتها. أنا حبيت أشياء صغار كلش تفيدني. أوه ماي جاد، هاي حلوة، هاي صدق حلوة. شوفوا هاي قد حلوة، واو شوفوها. أوه ماي جاد، it's really really nice، حبيتها هذه. لا هاي خيال، لا هاي مين متعب عليها شوية ثقيلة. أوه ماي جاد بس هاي ثقيلة. شلون حلبسها؟ تراكي بلون البيج جايز، تراكي بلون البيج. أوه كلش حلوة، كلش حلوة بس شوية ثقيلة. لو بخليها خفيفة بس كلش حلوة. أوه ماي جاد، طبعا عدم كان من عدها على ألوان، على أخضر وما أدري شنو اللون، يعني هو كان عدم ألوان حلوة منها. أوه ماي جاد كلش حلوة هذه، حلوة هاي، هذه صدق إتس نايس. أوه حلو هذا يجنن. أوه ماي جاد جاي، شوف هذا المحبس شكيت حلو، حبيت هذا المحبس. هذا راح يظل لابسته أنا، راح أظل لابسته. وهذا هم حلو، كلها adjustable طبعا، لأن خفت، لأن خفت يعني أجيب محابس وبعدين تطلع كلش كبيرة عليا. هذا هو ما أدري إذا مبين هذا وهذا، بس هذا حبيت أكثر من هذا. شوفوا هذا شقد حلو. آخر قطعة، أوه تراكي صيفية. وهذه واو، تخيلوا مع فستان، واو حبيت هذه صراحة. أنا كنت خايفة إنه تكون كلش كبيرة وشكلها يكون يعني ما حلو، بس لا والله. Oh my god I love it. جايز ايش رايكم بالغراض اللي اخذتها؟ صراحه يعني والله كلها تسوى. انتم متخيلين كل هالاشياء اللي هسه انا شفت لكم اياها كلها ب $200 امريكي، والله اقل بشويه. يعني كلش حلو ان الواحد يشوف موقع مثل هذا الموقع يبيع اشياء جدا رخيصه الناس تقدر تشتريها. هوايه من الاكسسوارز عندي، هاي الاكسسوارز، هذه السوار، هذول كلهم مستحيل يعني اني ما البسها او انطيها. These are mine. الجنط، الجنط me myself and I، ما حفكر بغيري ولا مستحيل انطيها لاي احد. الحمد لله الحمد لله، اغلبيه الاشياء اللي اخذتها كلش كلش حبيتها صراحه. يعني I love a lot of the pieces اللي وصلتني. اوكي جايز، هو هذا الويب سايت مال ليها وجلري. طبعا تقدرون تنزلون الابلكيشن مالتهم اذا انتم حابين على الموبايل، او اذا انتم حابين تقدرون تستخدمون الويب سايت للشوبينج. طبعا هي هاي الصفحة الرئيسية مالتهم، ومنها راح اقدر اشوف لكم شلون تسوون ريجستر للويب سايت مالتهم. تقدرون تدوسون على كلمة ريجستر وتحطون المعلومات مالتكم، بس انا صراحة حبيت اسوي ريجستر عن طريق الجوجل. واول ما اسوي ريجستر طبعا ينطوكم 3 كوبونات خصم حسب المبلغ اللي انتم راح تصرفوه بالموقع. وهنا رجعت انا للموقع الرئيسي حتى اشوف لكم شلون تقدرون تدخلون على المنتجات مالتهم. جهة اليسار تقدرون تشوفون كل الأشياء اللي انتو حابين تشوفوها. أنا هسا شفت لكم الإيرينجز، ورح شوف لكم الملابس، هاي يعني نفانيف هنا بهذا الشكل. طبعا مثل ما تشوفون الأسعار كلش رخيصة. وهنا هاي الجنط، رح شوف لكم شلون تضيفون هاي الجنطة للكارت مالتكم. بهالطريقة هذه اختاريت الجنطة الجرين وضفتها للكارت مالتي، وهي هاي الكارت مالتي اللي بيها كل الأشياء اللي أنا هسا شفت لكم إياها. راح اسوي تشيك اوت حتى تشوفون شلون اني راح اسوي تشيك اوت. طبعا مثل ما تشوفون لانه انا صرفت مبلغ اكثر من $200 فصار عندي خصم $15. وطبعا تقدرون تستخدمون الكوبون كود مالتي اذا انتم حابين تحصلون 10% اوف على مالتكم البيرتشيس. فان شاء الله رب استفاديتوا من هذا الموقع والاشياء اللي انا شفت لكم اياها. وعن راح اكتب بالبوكس جوا كل المنتجات اللي أنا أخذتها. ادخلوا على الموقع شوفوا شنو يعجبكم، الأشياء اللي أنا اشتريتها يعني سهل أنكم تلقوها. المهم أحبكم كلش، شكرا لمتابعتكم لقناتي، إن شاء الله أشوفكم يا ربي في فيديو جديد عن قريب يا رب. أحبكم، وأو لا تنسون تحطوا لي لايك على هذا الفيديو وتسوون سبسكرايب على ما شانل وتفعلون الجرس حتى يوصل لكم تنبيه كل ما أنا أنزل فيديو. إن شاء الله حبيتوا هذا الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم عن قريب في فيديو جديد يا رب. يلا باي باي. واو جايز، هاي يعني ماكو تبرع للاصدقاء والفاميلي. جايز فاطمه جتي عندي. اوكي هاي خرافيه يا هي هاي اي صح، اتس سو نايس، وكلش عجبتها المناظر والغراء. طبعا دا اشوف لها كل الاشياء اللي اي جات،
حبيتهم كلهم كلش. هذا النفنوف يعني حبته كله والله. Can I see? Wow. Yeah, it's so nice. كثير حلو. لقيت لك ولد. خلص اخذها يعني؟ تفضلي. انت توصلي لك بس المشكله احسها شوي ثقيله، بس انت عادي تلبسين ثقيل. Nothing compared to what I wear. اي انت تلبسين. والمناظر ايوه يا فطوش اوه. كثير حلوه والله. لك السوده. السوده السوده خيال. طب انا مدام عم بساعدك بالفيديو اعطيني هدول. اسمع حلوه حلوه. لا اتس سو كيوت. جميل. خلص اطلع فيهم لانه عجبني المنظر هيك. خلاص اطلع بيهم. بس شلون حنصور انت بمناظر يعني؟ اسمع المناظر كلش حلوه. المناظر خيال. اي لاف ذس. شنو رايك اني اخذها وانت تجيبي لك توصي لك هذولي؟ هذا اللي يعزم صديقاته بالوقت الغلط. اتس سو نايس. طيب والجنط ايش رايك بيها؟ حبت هاي كلش. هي حبتها هاي اكثر شيء. لا لا هذا كله لايك خلاص اتس ماي. اكيد مو هيك. هيك تنشال. ايوه يا هاي هيك. أنا جابتها طبعاً تتصور وياي فيديو بس اجتهد. أنا أتبرع لك بالجنط. هاي كتير حلوة هي لأنه خلاص اشتريت جنط بس هدول. ها تراكي والله يمكن تيك. أنا بحفيهم.